بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقبل أن نشرع في تتمة دروسنا، في أحد من الناس لعله مقبل على عملية فيسأل أن يدعى له بالشفاء العاجل، فنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يطمئن قلبه وينزل عليه السكينة ويثبته، وأن ينجو ويخلص من هذه العملية ويرجع إلى أهله سالما معافا غانما بإذن الله سبحانه وتعالى. فنرجع إلى الباب الذي نحن فيه، ألا وهو باب الصدق، وانتهينا عند الحديث الخامس في هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة من قصص الأنبياء السابقين، وهي قصة يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام، نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو فتى موسى وغلام موسى الذي جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، والذي جاء ذكره أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا انتهينا في ذكر فوائد الحديث، و آخر ما ذكرنا هو ما استفاده بعض أهل العلم من استحباب أن يكون القتال في آخر النهار، لأنه جاء في الحديث فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقالوا في هذا استحباب أن يكون القتال للأعداء آخر النهار. وبعض العلماء قال هذا ليس صريحا، لأنه وقع اتفاق، فيوشع مع جنده كانوا في طريقهم إلى بيت المقدس، واعترضهم في الطريق مدينة إيليا، ثم انتهوا إلى بيت المقدس، وكان وصولهم إليها آخر يوم الجمعة عند العصر، فخشي أن تغرب الشمس ويدخل تدخل ليلة السبت وهم ممنوعون من العمل فيها، فدعا الله تعالى أن يحبسها. ولكن جاء في السنة أيضا ما يدل على مثل هذا الاستحباب، وذلك في حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث معقل ابن يسار أن النعمان بن مقرن رضي الله عنه وأرضاه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصرة. يقول النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه وأرضاه: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال، أول النهار صبحا أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر وينزل النصر. فهذا فيه الإشارة إلى استحباب القتال حين زوال الشمس أي آخر النهار. وهذا يعني في قصة كانت في قتال المسلمين للفرس، فقال هذا الحديث النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه،
وكان مع المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عن الجميع. وأصل الحديث الصحيح عند البخاري، وهذا فيه اختيار الوقت الذي يعني يكون أهيأ وأعون على ماذا؟ على المساعدة على القتال، حيث يذهب حر منتصف النهار وتهب الرياح الباردة، ويكون في ذلك ما يعين على النشاط على القتال، إذ وقت الزوال ووقت الظهر تكون النفس في خمول وفي كسل، فلربما لا يعين ذلك على الجد والنشاط. فكان هذا من التدبير الحكيم منه صلى الله عليه وسلم في قتال الأعداء، وهو اختيار الوقت الذي يناسب، إلا إذا كان للكفار هجوم على المسلمين وإغار على المسلمين، فلا بد وأن يكون أهل القتال في تجهز لذلك. فهذا مما يستفاد من الحديث. كذلك استفاد بعض أهل العلم من قوله عليه الصلاة والسلام أنه كانوا إذا غنموا، أي المسلمون في الزمن السابق، إذا غنموا الغنائم جمعوها وجعلوها على صعيد فتنزل نار من السماء فتأكلها، أي تحرق تلك الغنائم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالغنائم أحلت لهذه الأمة فقط، ولم تكن حلالا للأمم السابقة. فابن بطال رحمه الله من أئمة المالكية قال: هذا دليل على جواز إحراق أموال المشركين، دليل على جواز إحراق أموال المشركين. وقيل: لكن هذا كان في الشرائع السابقة، وتحريم الغنائم قد نسخ بأنها حلال للمسلمين، أنها حلال للمسلمين. لكن أجاب بعض العلماء على ذلك أن إحراق النار للغنيمة دليل على جواز إحراق مال الكافر إذا لم يكن سبيل إلى أخذها غنيمة، وهو ظاهر من هذا النص الذي جاء في هذا الحديث. والمسألة في هذا الباب للعلماء فيها كلام، لكن حاصله أن إحراق أموال المشركين فيه ذكر أحوال وفيه تفصيل. فإحراق مال أهل الكفر، يعني في المقصود به عند الحرب، إحراق ديارهم وأراضيهم وزروعهم وأشجارهم وثمارها ونحو ذلك، هل يجوز إحراق هذا الأمر هذا أو هو ليس بجائز؟ فأقوال أكثر أهل العلم وأقوال المذاهب الأربعة يرون جواز ذلك في الجملة، وهو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء، وإن كان بعض أهل العلم قد كره ذلك، ويكاد يتفق أهل العلم في الجملة على أن إحراقها جائز على تفصيل سيأتي ذكره. ولكن فقط ورد الخلاف فيما كان من ذوات الأرواح كالبهائم يعني مثل الخيل والجمال ونحو ذلك، هل يجوز إحراقها أو لا يجوز؟ هذا الذي يرد فيه الخلاف بين أهل المذاهب. أما إحراق أموالهم فقول أهل العلم في الجملة على جواز ذلك، ولهم في هذا نقول كثيرة تدل على ذلك، ويمكن تلخيصها وجعلها على ثلاثة أقسام، أي أموال المشركين. هذا بعد أن نجعلها، قبل أن نقسمها ثلاثة أقسام، نقول هي على قسمين: زروع وأموال الكفار قبل أن تحصل غنيمة وبعد أن تحصل غنيمة. فقبل أن تحصل غنيمة، فهذا يقول أهل العلم أو جملة أقوال أهل العلم يمكن أن تجعل على ثلاثة
أقسام أو ثلاث أحوال، يعني أموال الكفار. ما كان من أشجار والزروع وأموال أهل الكفر مما تدعو الحاجة إلى إتلافه، إذا كانت ثمة أشجار أو زروع أو أموال الكفرة أو ثمار أو غير ذلك من المتاع، الحاجة تدفع إلى إتلافه. كان تكون مثلا أشجار يمكن أن يتترص أي يتحصن خلفها أهل الكفر، أو تكون ثمة أشجار تضيق الطريق على المسلمين فيحتاجون إلى اقتلاعها وإلى إزالتها ونحو ذلك. فما كان من الأموال التي الحاجة تدفع إلى إتلافه فهذا يجوز إتلافه إما بنزعه أو بقطعه أو بإحراقه أو بإغراقه أو نحو ذلك. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يتضرر المسلمون من إتلافه لأنهم ينتفعون به كاستظلال أو أكل أو شرب أو نحو ذلك، فإتلافه فيه إضرار فهذا لا يجوز إتلافه. وأما القسم الثالث ما لا ضرر فيه على المسلمين ولا نفع، ليس فيه ضرر للمسلمين على المسلمين ولا نفع فيه للمسلمين، فهذا يجوز إتلافه. فمن أهل العلم من يرى جواز ذلك ومنهم من يمنع، وبعضهم قال إذا كان فيه إغاظة للكفار أو فيه نكاية بهم أو لأنهم فعلوا بنا مثل ذلك فيفعل بهم مثل ذلك، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله تعالى فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. فهذه الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة. فأقوال أهل العلم في الجملة كلها تدور حول هذا، وفي ذلك نقول عن الأحناف وعن المالكية وعن الشافعية وعن الحنابلة، فالجمهور على جواز ذلك، فالجمهور على جواز ذلك. والأدلة في هذا كثيرة، ومنها قوله تبارك وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتم، لينة هي النخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وهذا أن الآية نزلت لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير، هؤلاء اليهود كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ معهم العهود والعقود على المهادنة وعلى أن لا يعتدي أحد على الآخر، فكان من بني النضير أن دبروا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلم الله جل وعلا نبيه بالوحي، فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة الكرام وحاصروا بني النضير وحاصروهم، وكان من الصحابة عليهم الرضوان أن قطعوا بعض النخيل فوجدوا في أنفسهم شيئا، فأنزل ربنا جل وعلا هذه الآية ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فربنا جل وعلا أقر الصحابة الكرام على فعلهم هذا. أضف إلى ذلك أيضا ما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير، حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، فهذا يدل على ماذا؟ على الجواز، بشرط أن لا يكون في ذلك العبث والإتلاف والتبذير من غير حاجة، فهو على التفصيل
أو تفصيل الحالات الثلاث التي ذكرتها. بعض أهل العلم منع كما نقل عن الأوزاعي رحمه الله، واستدل لذلك بوصية نقلت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيها أنه أرسل يزيد بن أبي سفيان للإغارة على قوم من أهل الكفر، فقال أنصحك بعشر، فكان مما ذكر أنه نهاه عن قطع الشجر وعن تخريب عامل وعن تحريق وعن كذا، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعلم من أن ينهى عما يأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قالوا ما فعله عليه الصلاة والسلام يحتمل أن يكون قد نسخ، لأن أبا بكر أوصى بخلافه، ويحتمل أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد فهم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو خاص ببني النضير، خاص ببني النضير، خاصة وأنه وقع منهم ما وقع من نقض العهد. ولكن الإمام الشافعي رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، كما أنه عليه الصلاة والسلام حرق يوم خيبر، وكذلك في الطائف، وكانت من آخر الغزوات الطائف بعد سنة 8 أو داخل في سنة 9 لما فعل عليه الصلاة والسلام ذلك، فهذا من آخر غزواته، فهذا يدل على أن هذا الفعل جائز، على أن هذا الفعل جائز. فكيف يقال في فعل أو وصية أبي بكر؟ أولا الوصية في أسانيدها أو في إسنادها مقال، وثانيا على فرض ثبوتها فيقال إن أبا بكر أوصى بهذا من باب المصلحة. وقد ذكرنا أن التحريق والتخريب والإتلاف لمال الكافر له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما أوصى يزيد بما أوصاه به رأى أن المصلحة في ذلك أن لا يخرب ولا يحرق ولا يقطع ولا يتلف شيئا من المال، ولا يتلف شيئا من المال، وعلى ذلك فلا تعارض، فلا يكون قول أبي بكر معارضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يقال في مال الكافر. ولما نقول مال الكافر، ها هنا المقصود الذي بيننا وبينه حرب، ماله الذي يكون عند مقابلته بالحرب والقتال، ليس مال المعاهد الذي أعطيناه عهدا بيننا وبينه. مال المعاهد هذا لا يجوز الاعتداء عليه، بل قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وليس مال المستأمن الذي أعطيناه الأمان، وإن كان حربيا أصلا، كان يكون بين المسلمين وبين دولة ما حرب، فيأتي أحد أولئك الناس ويريد أن يمر على طريق المسلمين لحاجة ما فيطلب الأمان فيعطى، هذا المستأمن لا يجوز الاعتداء عليه ولا على ماله. وليس الكلام على الذمي وهو الكتابي الذي يعيش تحت راية في دولة المسلمين وقد أعطي الأمان، هذا الذمي، هؤلاء لا يعتدى عليهم ولا على دمائهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على خاصياتهم، وإنما الكلام مع مال في حكم مال الكافر الذي نقاتله ونحاربه. فهذا قبل أن نحصل المال غنيمة. ثم بعد ذلك ما حكم تحريق المال الذي حصلناه غنيمة؟ حصلناه غنيمة، ما ليش قصر مع صاحبك غير بالأقل ما تسمعنا إن شاء الله يحفظك، هل يقصر مع زميله تحت نيفوك شوش على مسلم إخوان. فالقسم الثاني المال الذي حصله المسلمون غنيمة، لما يصير غنيمة فهذا ملك للمسلمين،
قال جل وعلا: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الايه. فالمال الذي يحصل غنيمه اربعه احماء يقسم على خمسه احماس. اربعه احماس هو حق للجند، وخمس واحد هو لمن جاء ذكرهم في الايه، على خلاف بين اهل العلم في المراد من ذلك. فان لله خمسه وللرسول لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا الفرقان يوم الفرقان الايه. هذا خمس له مصرفه الذي يصرف فيه على الخلاف بين اهل العلم. واربعه احماس تكون للجند تقسم بينهم، تكون للجند تقسم بينهم. فهذا هل يجوز احراقه او لا؟ الغنيمة تصير ملكا للجند أو هي حق للجند، تقسم بينهم، تقسم بينهم بالسوية أو على التفضيل الذي سبق أن أشرنا إليه، وأن الراجل الماشي له سهم واحد والفارس كم له؟ له سهمان. هل له سهمان هو وفرسه أو سهمان لفرسه وسهم له على الثلاث؟ هذا خلاف بين أهل العلم. فهذا المال لا يجوز إتلافه إلا إذا كان في إبقائه إلحاق ضرر بالمسلمين أو إعانة للكافرين، أو إعانة للكافرين. كيف ذلك؟ إذا كان في حمله ثقل ويمتنع ويعجزون عن حمله، ففي هذا الحال جاز إتلافه. جاز إتلافه متى؟ إذا علم أن الكفار سيستفيدون منه، كالخيل والسلاح وكالرماح أو السلاح الحديث أو غير ذلك. فإذا كان المسلمون يعجزون عن حمله ويرون أن أهل الكفر سيستعينون به ويعودون لمقاتلة المسلمين، فعند ذلك مثل هذه الغنيمة جاز ماذا؟ جاز إتلافها، جاز إتلافها. أما إذا كان علم لم يعجزوا عن نقلها ولهم القدرة على استغلالها، أو علموا أنهم سيستوطنون هذه البلدة ويتمكنون منها وتصير السلطة لهم والحكم لهم، فلا يجوز إتلاف هذا المال لأنه بعد ذلك يعد من التبذير. وهذا وجه من الأوجه الذي فسر به وصية، فسرت به وصية أبي بكر. قالوا إن أبا بكر نهى يزيد بن أبي سفيان عن أن يحرق ويخرب ويقطع، لأنه غلب على ظنه أن تلك المنطقة سيستوطنها المسلمون فيستفيدون مما فيها من الخيرات، فلا يجوز أن تتلف، فلا يجوز أن تتلف. نعم، هذا في الجملة فيما يتعلق بما يستفاد من الحديث مسألة إحراق مال الكافر، ومن باب الاستطراد حكم قتل أو حكم تحريق الأسير، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ فهذه المسألة ينقل فيها الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه حرق أبا فجاءة إياس بن عبد الله أو إياس بن عبد الله ابن عبد ياليل السلمي من بني سليم. هذا جاء في أثر أن هذا الرجل جاء إلى أبي بكر لما ارتد من العرب من ارتد، فقال: يا أبا بكر مرني واجعل لي على جماعة من الناس لأذهب لهؤلاء الذين ارتدوا فأقاتلهم. فجهزه أبو بكر بالسلاح
وما يحتاج إليه، وأرسل من أرسل معه. قيل فصار يقتل من يشاء ويضرب من يشاء ويستودع من يشاء، فأرسل إليه أبو بكر أو أرسل على إثره، فجيء به فحرق، أحرقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه القصة جاءت مروية من طرق، رواه ابن جرير الطبري وأيضا أبو نعيم، وروى كذلك العقيلي وأيضا ابن عساكر وغيرهم، وهي في الحقيقة قصة لا تصح، وهي قصة لا تصح، وطرقها كلها لا يسلم منها شيء، فيها من هو متروك أو منكر الحديث أو شديد الضعف، فالقصة لا تثبت عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلا يقوى إلى أن يستدل بها ويقال أن هذا الفعل هو فعل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالقصة لا تثبت عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، جاء عن علي بن أبي طالب أنه حرق طائفة من الناس، لكن هؤلاء الذين حرقهم علي رضي الله عنه، هؤلاء ادعوا الألوهية لعلي، جاءوا إلى علي، وهؤلاء يسمون بالسبئية نسبة إلى من كان على رأسهم وهو عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ هذا أدخل على بعض الجهلة فكرة ألوهية علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجاءوا إلى علي وقالوا: أنت حقا. قال: ومن أنا؟ قالوا: أنت الله. فقال: إما أن ترجعوا عن هذا وإما أن أحرقكم. فقالوا: ازددنا يقينا أنك أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. واضح؟ ترون هذا فيه عجب، إيه، لكن فيه كثير من الفرق الضالة في هذا الزمان يتبعها الناس، لا يزال فيه كثير من الفرق الضالة المعاصرة الآن تفعل الأفعال الخبيثة الشنيعة المخالفة للدين، لا يزال في الناس من يتابعها، ولا يزال في الناس بل وفي الناس من يتابعها. وأبرئ إن شاء الله الجماعة الجالسين من ذلك ولله الحمد، لكن في مجامعنا قد يكون من الناس من يقول هذا، وأحيانا تأتيني بعض الرسائل وفيها كلام من أصحاب هؤلاء، ما لي يناصرونهم مجاملة أو هم حقيقة من أتباعه، فرق ضالة منحرفة عن دين الله جل وعلا وعما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنحرفة عن الإسلام الحق، وفي الناس من يتابعها ويتبعها وينصرها ويناصر لها. فقد تعجب من هذا أن يأتي الرجل إلى رجل مثله يدري أنه من أب وأم وأنه بشر، يعجز أو قد يعجز عن دفع الضرر عنه، وعلي رضي الله عنه قد قتل وطعن، فكيف يقال هو الله؟ لكن لبس الشيطان على هذه العقول، فجاءوا وقالوا: أنت الله. قال: أعوذ بالله، إما أن ترجعوا وإما أن نحرقكم. قالوا: ازددنا يقينا أنك أنت الله. كيف؟ قالوا: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فدعا خادمه قنبر وقنبر وقال: خد الأخاديد في الأرض وأظلم فيها نارا، فإما أن يرجعوا وإما أن يقذفوا فيها. فقال في ذلك علي: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا، فحرقهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا اجتهاد منه، فلما بلغ ذلك ابن عباس قال: أما أنا فلو علمت ذلك ما كنت لأفعل هذا، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهذا صريح في أنه لا يجوز التعذيب بالنار، والحديث هذا قاله عليه الصلاة والسلام بعد أن أمر بالتحريق بالنار، علم صلى الله عليه وسلم بفعل واحد من الناس قام بفعل
مشين، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة قال ائتوا فلانا فإنه فعل كذا وكذا، فإذا جئتموه فحرقوا به. فلما ذهبوا قال على رسلكم لا تحرقوه بالنار ولكن اقتلوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهذا حديث صريح في أن التحريق بالنار لا يجوز، وعليه فعلي رضي الله عنه فعله ذلك اجتهاد منه، ولم يوافقه عليه الصحابة الكرام عليهم الرضوان. ولهذا فقول جمهور العلماء على أن التعذيب بالنار والقتل بالنار والتحريق بالنار لا يجوز، لا يجوز، وإن كان في أقوال بعضهم الجواز، لكن على في الجملة كما نقل عن الظاهرية يجوز أن يحاط أهل الكفر إذا لم نستطع الوصول إليهم من يحاربنا، إذا لم يستطاعوا أن يحاصروا بالنار ويترك لهم منفذ يخرجون منه، يخرجون منه. ونقل عن الحنفية أيضا، لكن ليس تحريق الشخص أن يؤخذ ويشعل فيه النار، وإنما أن يرمى بالمنجنيق، فهذا الرمي ليس المقصود ماذا؟ حرقه، وإنما المقصود دفع قتاله، فإذا جاءته هذه النار يهرب منها فيقع في قبضة المسلمين. وأما جمهور العلماء فيمنعون من الحرق، بعضهم يقول بجوازه في مسألة ما لو حرق شخص شخصا، فربنا قال كتب عليكم القصاص في القتلى، من قتل غيره عمدا قتلا عمدا عدوانا بشيء قتل به، من طعن غيره طعن، ومن قطع رأس غيره قطع رأسه، ومن ضربه بحجر ضرب بحجر، ومن أحرق غيره أحرق. هذا من باب القتال بالمثل، هذا من باب القتال بالمثل، جمهور العلماء يرون جوازه خلافا للحنفية كما هو معلوم في هذا الباب. فهذا من باب الاستطراد المسألة حتى يكون يعني الكلام في هذا الموضوع وهو موضوع التحريق يكون على ذكر من بال إخواننا. أما من ينقل بعض الكلام ويبتره من ها هنا وها هنا ويستدل بذلك ويحرق أهل الإسلام وأهل الإيمان، فهؤلاء أقوالهم ليست معتمدة ولا هي موثوقة، وربما أخذوا كلاما لبعض أهل العلم الموثوقين، لكنه كلام مبتور، كلام مبتور لا ليس متتابعا متسلسلا. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرد على الرافضة الشيعة الأشرار، هؤلاء الشيعة الذين ضررهم على المسلمين أشد من ضرر غيرهم من الأعداء، فالشيعة يعني يسبون أبا بكر ويقولون لأنه حرق أبا فجاءة السلمي. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان أبو بكر حرق أبو فجاءة السلمي أو أبا فجاءة السلمي كم من شخص؟ واحد. وهذه القصة محل نظر، والصحيح أنها غير ثابتة. فعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالاتفاق، الآثر في الصحيح، بالاتفاق حرق جماعات. فإذا كان أبو بكر تسبونه لأنه حرق واحدا، فماذا يناله، فماذا ينال علي رضي الله تعالى عنه منكم وقد حرق جماعات؟ ماذا تفعلون معه؟ ليس السب فقط، يعني قد يكون الحال إلى ماذا؟ إلى تكفيره أو ما أو سبه بأقذع السباب والشتم عياذا بالله تعالى. فهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض الرد على الرافضة. هل يعني هذا أنه يقر بجواز إحراق الشخص الكافر أو من يرتكب فعلا معينا
ها؟ ليس فيه دليل، وإنما هذا كلام في معرض الضد. لكن من الناس من لا يعرف كيف يمسك الكتاب، هل يقرأه من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين، هل يقرأ من أعلى الصفحة إلى أسفلها أو من أسفلها إلى أعلاها، فيأتي ويأخذ الكتب ويقرأها ولا يفقه منها شيئا، فيأخذ من حيث لا يجوز أن يأخذ مذهب الرجل وينسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ الإسلام ابن تيمية ها هنا رحمه الله يرد على الرافضة في مسألة معينة في تناولهم وسبهم لأبي بكر، ويعللون ذلك بأنه فعل كذا وكذا وكذا، فرد عليه. فليس المسألة المبحوثة هنا هل يجوز حرق الكافر أو المرتد أو من ارتكب جرما عظيما أو لا يجوز، حتى تقول شيخ الإسلام تيمية ذكر القصة وأثبتها وإذا يجوز، ليس هذا. فلا ليس هكذا تؤخذ مذاهب العلماء وأقوال العلماء. ولهذا إخواني القراءة في الكتب القراءة مطلوبة، لكن ينبغي أن تكون على قواعدها. لا أقول للشخص لا تقرأ، لا نقول للناس لا تقرأوا لأنه قد تفهم خلاف ما لا بد أن تفهمه، لا، بل الإنسان يقرأ، لكن يقرأ على قواعد وبضوابط معينة. ما لا يقرأ كتبا عظاما ومسائل عظام ثم يفهمها على حسب ما يريد، على حسب ما يريد، بل يبقى الإنسان مرتبطا بأهل العلم يستشيرهم ويستفيد منهم ويسألهم ما الذي يقرأه وكيف يقرأ وما الفهم الذي فهمه، وهل هو فهم سليم أو ليس فهما سليما، ونحو ذلك. إذا فالمسألة هذه مهمة، لهذا أشرت إليها وذكرتها. نعم، الحديث هذا الحقيقة لا تزال فيه فوائد جليلة ينبغي أن نشير إليها كذلك. قول هذا النبي الكريم يوشع بن نون وهو يخاطب قومه من كان قد تزوج امرأة ولم يبني بها ولما يبني بها فلا يتبعني، ومن كان له غنم أو خليفات ينتظر ولادها فلا يتبعني، ومن بنى بيوتا لم ترفع سقفها فلا يتبعني. هذا فيه إشارة إلى أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يراعي حال المدعوين، يراعي حال المدعوين، وينبغي أن يهيئ حال المدعوين حتى يقبلوا منه هذه الدعوة، وهذا الذي يدعوهم إليه ويعلمهم إياه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل ألفاظ ماتعة جميلة في هذا الباب، يقول يا ابن أخي، يا أبا فلان، يأتيه الكافر يناقشه أو يفاوضه فيناديه النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته، ومعروف عند العرب أن هذه أن الكنية يعني ترفع بها مقام الشخص، ترفع بها مقام الشخص، يقال فيقول عليه الصلاة والسلام يا أبا فلان أتسمع مني، فيحدثه عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة، أو يقول يا أخي أو يا ابن أخي، وإن كان تربطه به رابطة نسبية بعيدة، فقوله يا ابن أخي فيه غرس الطمأنينة والسكينة والراحة في قلبه والانشراح، فأقل شيء يستمع ويتقبل منه هذه الدعوة. والصحابة الكرام عليهم الرضوان أخذوا هذا المنهج من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مصعب بن عمير، مصعب بن عمير وهو من صغار الصحابة كان شابا، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليعلم الناس الدين، وهذا بعد بيعة العقبة الثانية لما جاء الأنصار المهاجرون، طائفة منهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان موعدهم نهاية الموسم، فبايعوه في مكة على أن يأووه ويناصروه، فهم ينتظرون هجرته إلى المدينة، أرسل معهم مصعب بن عمير ليعلم الناس
الدين بالمدينة. وكان في المدينة الأوس والخزرج وعليهم رؤساء كبار معظمون، منهم أسيد بن حضير، سعد بن عبادة، سعد بن معاذ. فمصعب عرف كيف يوصل إليهم هذا المنهج وهذه الدعوة وهذا الدين. لما رأى منهم نفورا قال: يا فلان، استمع لما أقول، فإن وجدت فيه خيرا قبلته، وإن وجدت فيه غير ذلك فكف عن نفسك الأذى، فكف عن نفسك الأذى. فقال: والله كلامك هذا مقبول، فأستمع لك. فاستمع فراضي بكلامه فأسلم، فراضي بكلامه فأسلم. فقال: إذن علينا بفلان سعد بن معاذ أو آخر، يعني هو أيضا رئيس قومه، فقل له نفس الكلام. فدعاه مصعب بن عمير وقال: يا فلان، يا عم، إنما أنا أقول لك كلاما فاستمع إليه، إن كان حقا قبلته، وإن كان غير ذلك فكف عن نفسك الأذى. فحدثه بدين الإسلام فقال: كلامك جميل، فأسلم من فوره. فإذا في قوله هذا يستفاد أنه ينبغي معرفة كيف نخاطب المدعوين. لما أقول كيف نخاطب المدعوين، لا تتصور المدعو هو ذاك اللي في الطريق السكران والمخدر والفاجر والزاني والزانية، بل كل واحد تريد أن توصل إليه حقا، أو تريد أن توصل إليه نصيحة أو وصية، أو ترى منه سوء فعال أو سوء أقوال، فإن الطريق إلى إيصال الحق إليه بالملاطفة في الخطاب، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فكان عليه الصلاة والسلام في مخاطبته المدعوين كان له في ذلك يعني شمائل عظيمة وجليلة. هذا مما يستفاد من هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مما يستفاد حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة. مما يستفاد أيضا فضل الدعاء، فضل الدعاء. وللأسف الشديد أننا نرى، أو جلنا يرى، أو أغلبنا يرى، أن الدعاء هو السلاح الفاشل والسلاح الخاسر والسلاح الضعيف، في حين أن الدعاء هو سلاح القوي، لأن الدعاء من أقوى ما الصلات بالله سبحانه وتعالى. لا يجوز لك أن تقول: أحاول وأجرب فطنتي وذكائي وقفازتي و بعد أن يعجز ويطرق كل الطرق والأبواب يقول: ذوق النار، الآن أدعو الله تعالى. أقوى شيء هو دعاء الله سبحانه وتعالى، تدعو الله جل وعلا فيستجيب لك، لأن بيده كل شيء. قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. نعم، المظلوم المغلوب على نفسه، الضعيف الذي لا حيلة له، هذا أقرب وأقوى، لأن الله جل وعلا ينصر المظلوم، ينصر المظلوم، عبده المظلوم ولو كان كافرا. فهذا نعم هذا جانب، لكن لا ينبغي أن نعتقد أن الدعاء هو آخر السلاح، بل أول ما تبدأ به أن تدعو الله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بأمر فليصلي ركعتين دون الفريضة ثم ليقل. ماذا يقول؟ دعاء، اللي هو دعاء الاستغاثة، توسل إلى الله جل وعلا بعظمته وقدرته وقوته وعلمه وتسخيره لنا لكل شيء، بأن ييسر لنا خير الأمرين. اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت تعلم الغيوب. هذا توسل عظيم، بعدين يسأل حاجته. فالدعاء سلاح قوي، ينبغي أن يكون يعني سلاحك في كل شيء وأول كل شيء.
ومن الفوائد أيضا ما يدل على قدرة الله عز وجل العظيمة. اللهم قال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها عني شيئا. دعا ربه عز وجل ما قد يراه الواحد مستحيلا. هل تحبس الشمس؟ هل تحبس الشمس؟ فدعا الله تعالى أن يحبس عليه الشمس حتى يفرغ من هذا القتال ويفتح بيت المقدس ولما تغرب، فأجاب الله دعاه وأحبس هذه الشمس. قلنا قيل أن أحبس الشمس يعني أصح الأقوال في ذلك أنها تباطأ ماذا؟ تباطأ مشيها وجريانها، تباطأت حركتها، فهذا مما يدل على قدرة الله عز وجل العظيمة، على قدرة الله تبارك وتعالى العظيمة والجليلة. ومن الفوائد أيضا في الحديث فضل هذه الأمة، وسبق أن ذكرنا هذا، وهو أن الغنائم أحلت لها بخلاف الأمم السابقة حرمت عليها الغنائم، وأشرنا إلى فائدة تحريم الغلول، وأن الأمم السابقة كان الأمر فيها أن يفضح الذي غل، لأن الغنيمة تجمع تنزل النار فلا تذقها لا تطعمها، دليل على أنها لا تقبل، ثم تلزق يد الغال بيد من يبايعه. أما في شريعة الإسلام فالغال أمره محفوظ، لا يفضح، ها لا يفضح، ومجال التوبة مفتوح، ينبغي أن يبادر وأن يرد المال إلى من حيث أخذه. فهذا من فضائل هذه الأمة، ولكن يستفاد أيضا تحريم الغلول، تحريم الغلول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم صدقة من غلول، ولا طهارة ولا صلاة بغير طهور. نعم. وكذلك قال تبارك وتعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وكذلك في صحيح البخاري حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر الغلول وعظم أمره، ذكر الغلول وعظم أمره، وقال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين يوم القيامة الرجل على رقبته شاة لها ثغاء، أو قال على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. رواه البخاري ومسلم. هذا الغلول أمره خطير. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يأتي يوم القيامة الواحد فيكم، يعني يحمل على رقبته ما غله، شاة، بقرة، خيل، ناقة، مال، ذهب، فضة، إلى آخره، ويقول: أغيثني، يطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا لقيه في تلك الأهوال العظيمة. أقول: قد أبلغتك، لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء برجل مسلم توفي بخيبر، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، فاغتم المسلمون لذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم غل في سبيل الله، يعني أخذ الغلول أو الغلول. قال: ففتشوا متاعه فوجدوا خرزا لليهود ما يساوي درهمين، ما يساوي درهمين. فهذا فيه ما يدل على أن الغلول حرام وهو من الكبائر. وكما ذكرنا حقيقة الغلول هو الخيانة في الغنيمة وأخذ المال قبل أن يقسم. وذكر بعض أهل العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك من الله شيئا، هذا قد يستفاد منه أن الغلول لا يغتفر، ذنب لا يغتفر بالشفاعة، وقد يكون قاله عليه الصلاة والسلام من باب التغليظ والتشديد، التغليظ والتشديد. نعم. وكون الغلول حرام بإجماع المسلمين وأنه من الكبائر، لأن فيه
خيانة وظلم لمن قاتل في سبيل الله ولمن جاهد في سبيل الله ولأصحاب الخمس أخذ دون ماذا؟ دون علمهم. قلنا وهذا بخلاف السلب، بخلاف ماذا؟ السلب بفتحتين، والمراد بالسلب ما يؤخذ، ما يؤخذ من الكافر القتيل مما يكون عليه من ثياب أو سلاح أو مركوب أو غير ذلك. فما كان على الكافر القتيل من لباس أو حلي أو منطقة أو درع أو درع أو مغفر أو البيضة التي توضع على الرأس أو تاج أو سيف أو خف أو غير ذلك، فالذي قتله له سلبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. لكن المراد أن يكون هذا القتل إما مبارزة وإما حال انتشار القتال حرب، لكن يكون القتل حال الحرب ليس قبل الحرب أو بعدها. فهذا من باب المكافأة له ومن باب مجازاته على الإقدام وعلى شجاعته وبطولته وبلائه، فإنه ما كان لهذا الكافر من متاع يخصه جاز له أن يأخذه كما قال عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم ومنهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمة الله تعالى عليه: الأخذ من أموال الدولة ومن بيت مال المسلمين بغير حق حكمه حكم الغلول، فمن ولي على عمل من أعمال من أموال الدولة فأخذ منه شيئا بطرق غير مشروعة فهو غال عياذا بالله تعالى. فهو غال يعني الذي يعمل في الشركات ومؤسسات الدولة. الناس يتساهلون في هذا، يتساهلون تساهلا كثيرا، فيقول: الأخذ من أموال الدولة وبيت مال المسلمين بغير حق حكمه حكم الغلول، فمن ولي على عمل من أموال الدولة فأخذ منه شيئا بطرق غير مشروعة فهو غال. فهو غال، ما يقول الإنسان هذا شيء يسير ليس لك أن تأخذه ولو مسمارا أو برغيا أو حديدة أو غير ذلك، هذا مال المسلمين لا يجوز أن تأخذ منه شيء. وبعض الناس، أكثر الناس، أكثر الناس يأخذون سواء من الشركات أو المؤسسات أو المستشفيات أو المستوصفات أو العيادات أو غير ذلك، بل حتى المساجد، حتى المساجد يدخل واحد يقام مصحف يبدو يده يخرج، يدخل يقرأ المكتبة يكتب يروح، وين رايح؟ قال في المدينة القرابية. هذا في المسجد لا يجوز إخراجه، هذا وقف، هذا وقف. فإذا الأخذ من أموال المسلمين ومن أموال الدولة هذا يلحق بالغلول، فأمره خطير ليس سهلا، أمره خطير جدا ليس سهلا، وينبغي للمسلم أن ينتبه لهذا، ينبغي للمسلم أن ينتبه لهذا. اللي يخدم شركة الأحذية يدي الحذاء أو خيط السير الحذاء، أو يدي الأسفل الحذاء، أو يدي مسامير اللي تسمر بها الأحذية، أو الخيط الذي يخاط به، أو الإبرة التي تخاط بها، أو يدي الغراء، أو يدي يأخذ الجوارب، أو يأخذ المآزر، أو يأخذ اللباس، أو غير ذلك. وقل مثل هذا في مؤسسات الأخرى وهي كثيرة وكثيرة جدا. لا يجوز للمسلم أن يأخذ إلا ما هو مشروع له وحقه أن يأخذه، وما لا يجوز فلا يجوز، ما لا يجوز له فلا يجوز أن يأخذه. وليجتهد المسلم في أن يكون كسبه حلالا، فإن الكسب الحرام أمره خطير وعظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث أن من أساليب الدعوة القصة،
من أساليب الدعوة إلى الله جل وعلا القصة، ومن أساليب التعليم القصة. وقد استفدنا الكثير من هذه القصة النبوية التي حدثنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر نبي من الأنبياء السابقين. وهذا القصص قال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إن كنت من قبله لمن الغافلين. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. القصص القرآني والقصص النبوي شيء عظيم جدا، لأن هذا القصص أخبار حقيقية ليست أوهام أو خيالات، وفيها ذكر لأقوال وأفعال أشخاص معينين وحكايتها على مشهد تظهر على الحقيقة، تظهر على الحقيقة، فينزرع في قلب السامع والمنتبه وقائع هذه القصة وما قيل فيها والأفعال الخيرة فيقوم بها والأفعال السيئة فيجتنبها، ويفرح ويتسلى بالنتائج الطيبة الموجودة ويزداد حذراً من نتائج السوء التي تترتب على الأفعال السيئة. فكذلك إذن من الوسائل في الدعوة إلى الله جل وعلا استعمال هذا القصص الذي هو قصص حق، لأن بعض الناس قد يقرأ في بعض الكتب تحذير السلف من القصاصين ولسنا منهم. فكان السلف يعني عندهم ثلاث من الناس يحدثون أو يعلمون أو يتكلمون أو كذا، ويقول غير القصاص ويحذرون من القصاص. القاص هذا ليس المقصود به ما نذكره، وإنما الذي يذكر قصص خيالية أو لا حقيقة لها أو مكذوبة، وهذا هو شأنه، وهذا هو شأنه، ليس المقصود القصص القرآني أو القصص النبوي. وكيف يكون هذا المقصود في كلام السلف وربنا جل وعلا يقول فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ويقول جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ويقول جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إن كنت من قبله من الغافلين. فهذه القصص فيها عبر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص على الصحابة الكرام هذه القصص، وهي عظيمة وفيها من الفوائد الجليلة الشيء الكثير. نعم، فهذه بالجملة من الفوائد التي تستفاد أيضا من هذا الحديث إضافة إلى ما سبق. كم بقي على ذلك؟ دقيقتين. نعم، لعلنا نكتفي بهذا ونجيب على بعض الأسئلة. يقول هذا ما الحكمة من جعل سهم واحد الراجل وللفارس سهمين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث للراجل سهم وللفارس سهم وسهمان، وفهم للفارس الفرس نفسه سهمان وسهم للرجل الراكب عليه. والحكمة من ذلك واضحة، وهو أن الفارس يحتاج لفرسه أكثر مما يحتاج الراجل. الراجل يأخذ سلاحه ويمشي، والفارس يحتاج لفرسه المعونة والزاد والقيام به ورعايته، فيحتاج من العطاء أكثر مما يحتاج غيره.
والحكمة في هذا واضحة وظاهرة، ويكفيها أنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا في الحديث: ألا يستفاد من كون الله جل وعلا أحبس الشمس ليوشع بن نون، وهذه من المعجزات من معجزات الأنبياء، ألا يستفاد من هذا جواز كرامات الأولياء والصالحين؟ الأنبياء لهم آيات ودلائل وبينات واضحات باهرات، والأولياء تفضل، والأولياء لهم كرامات، وهذه الكرامات جائزة والأدلة عليها كثيرة، الأدلة عليها كثيرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وقائع وقعت الصحابة الكرام عليهم رضوان، ولمن بعدهم كذلك، ولمن بعدهم كذلك. لكن ها هنا لا شك أن هذه آية لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وكون الأنبياء يؤيدون بالآيات، والعلماء ورثة الأنبياء فيؤيدون بما هو دون ذلك، يؤيدون بما هو دون ذلك كما ذكر أهل العلم، والله أعلم. يقول: هل ما عليه الأمر في وقتنا هذا من استعمال القنابل الحارقة ونحوها في الحروب يدخل فيه حرمة الحرق؟ نعم، قلنا الذي عليه أهل العلم في الجملة أن الكافر إذا لم يستطع إلا بهذا فإن ذلك جائز، فليس القصد هو حرقه بذاته أن يؤخذ ويوضع في النار، ليس هذا، ولهذا يتفقون على أن الأسير لا يفعل به ذلك، الأسير يقتل ضربة بالسيف أو يطلق سراحه، من المن عليه يطلق سراحه، أو يفدي نفسه، قال يطلق سراحه مقابل المال تقدمه، أو يصير رقيقا عندنا وخادما للمسلمين. فقول أكثر أهل العلم كما ذكرت هو أنه إذا حوصر أهل الكفر في حال الحرب بيننا وبينهم، فأول ما يدعون إليه هو الإسلام، ثم الجزية، ثم القتال، هذا الذي يفعل، فدعوة فالقتال آخر الأمر. فإذا لم يمكن إلا بهذا الأمر وهو رمي المنجنيق الذي فيه النار عليهم أو إحاطتهم بالحرق أو كذا، فإن ذلك جائز، فإن ذلك جائز، لكن جوازه تبعا وليس ابتداء، لا يعني أنهم بمعنى أنه لا يحرق قصدا، وإنما جاز هذا من باب التبع ليس من باب الابتداء. أما ابتداء الحرق فهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم، أما يعني استقل تبعا فيجوز، هذا معروف في القاعدة عند أهل العلم، يجوز تبعا ما لا يجوز ابتداء، يجوز تبعا ما لا يجوز ابتداء، كما قال الناظم: والشيء قد يحرم إذا كان استقل
وجاز إذا كان مع الأصل حصل كمنع بيع كبيع حمل أو ثمار ما بدا صلاحها فلا يجوز مفردا، وبيعها مع أصلها صحيح، وكل ذا في قولهم صريح، وكل ذا في قولهم صريح. والشيء قد يجوز ابتداء ويفي، والشيء قد يحرم ابتداء ويفي جوازه استدامة لا ينتفي. وذاك مثل الطيب في الإحرام بقاؤه خال عن الحرام. الطيب المحرم لا يجوز أن يتطيب، لكن قبل أن يتطيب، قبل أن يحرم يتطيب، قبل أن يحرم يسوي الطيب، وبعد ذلك يحرم. هذا الطيب يبقى ولا ما يبقى؟ يبقى. قالت عائشة: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الطيب هذا داره النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ثم أحرم فبقي، فهذا جاز تبعا ليس ابتداء. وكذلك يقال هنا ليس المقصود أن يقع هذا الكافر ويحرق، لا، وإنما إذا وقع تبعا بحيث لا يمكن إلا بذاك فهذا. هل يجوز حرق الحيوان الميت الجيفة لتفادي الرائحة الكريهة؟ يدفن، يدفن. هل يجوز حرق الحيوان؟ يدفن لا يحرق، يدفن. ولهذا حتى في هذه المسألة قلنا ذكرنا خلاف أهل العلم في تحريق وإتلاف مال الكافر، قلنا ما لم يكن روحا وذوات الأرواح كالفرس والخيل والغنم التي قد يستفيد منها الكافر ماذا تفعل؟ أكثر أهل العلم على أنها ماذا؟ إذا لم يمكن الاستفادة منها وتركها فيه تقوي للكافر علينا فإنها تتلف، لكن إتلافها بقتلها، إتلافها ماذا؟ بقتلها. والمالكية قالوا تقتل لا على وجه العقر، لا على وجه التذكية، وإنما تعقر فتصير بيتة. وبعضهم كره ذلك، وبعضهم قال تحرق، لكن غير صحيح، وإنما إذا يعني تعقر لا تحرق، لا يجوز الحرق. فإذا وجد الميتة فإنها تدفن لا تحرق، تدفن. وهل يجوز حرق النمل وغيره من الحيوانات الضارة؟ لا يجوز. وفي الحديث أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فحرق النملة، فأوحى الله إليه وأرسل إليه ملكا أوحى إليه قال: هل لا نملة واحدة؟ هل لا نملة واحدة؟ فلا يجوز هذا. فإذا تضرر الإنسان في بيته بشيء من النمل فلا يجوز له أن يقتل كل النمل، وإنما يدفع عن نفسه الأذى بأخف ما يمكن. ومثل ذلك النحل، ومثل ذلك النحل أيضا، فقالوا لا يحرق لا يجوز. يقول: الذي يعمل في الشركة ويهرب على منتصف النهار هل هذا يعتبر من الغل؟ لا يجوز، لا بد أن تستوفي الساعات المطلوبة منك. يقول هذا: هل يا شيخ لا يوجد في الإسلام حرمة أو قدسية للوطن؟ ولا أقصد الوطن الإسلامي كما ذكرتم سابقا، وإنما أقصد ما يعرف عندنا بمصطلح البلاد، خاصة إذا كان من يقول أن الوطن هو حفنة تراب نجس. قول حفرة تراب نجس هذا الكلام ما يظهر لي أنه كلام سليم. والوطن أو البلد هو المكان الذي ولدت فيه، ولا شك أن للإنسان ارتباط بذلك، ارتباط بذلك. وقد ذكر بعض أهل العلم في من الحكم في الوضوء بالماء والتيمم بالتراب، قال: لأن أصل الإنسان من هذين، فأصلنا الأول من تراب والأصل الثاني من ماء مهين، فكأن فيه تذكير الإنسان بأصليه، بأصليه. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وقلبه يحن إليها، فالقلوب لها يعني تحن إلى موطنها. ولهذا يقول الشاعر: وكم للفتى من منزل ينزله وحنينه أبدا إلى أول منزل. فكون الإنسان بلده له حنان له واشتياق، لأن الأرض التي ولد فيها
لا يعني تقديسها يعني ذاك التقديس أو هذا ليس المقصود هذا، وإنما المقصود هذا البلد الذي ولد فيه له إلى به ارتباط وله به أشياء تربطه إلى ونحو ذلك. فمثل هذا ما أظنه أمر يعني مذموم أو فيه ما يخالف الشرع. وللإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله كلام جميل في هذا في كتاب له اسمه مثير العزم الساكن، مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن يعني مكة، يذكر يعني في الرحلة للحج فيذكر بدايتها الخروج من الوطن ومن البلد الذي هو فيها، ويذكر حنو الناس إلى بلدهم وإلى مواطنهم، بل إنه جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قضى حاجته فليعجل ليرجع إلى أهله وأولاده. فالمقصود مثل هذا لا حرج في هذا التقدير، كونه بلده أولا إسلامي وهو بلد المسلمين وهو المكان الذي زاد وولد فيه وله به ارتباط ونحو، لا حرج في هذا، ما في إشكال في هذا. هل يجوز الشرب من فم الزجاجة سواء الماء أو مشروب غازي في حالة الاستعمال الشخصي أو الجمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء، لكن السقاء قديما كان عندهم مغلف لا يعرف ما بداخله، فالنهي عن ذلك قال بعض أهل العلماء لأنه ينتنه على غيره، لأنه غيره أيضا يشرب، فإذا كان استعمال شخصي فهذا يدل على الجواز. وقال بعض أهل العلم الحكمة من ذلك أنه ماذا، بعضهم شرب من قربة كانت فيها حية فمات، لأنه لا يعرف ما بداخل القربة، فهذا يفهم منه أنه إذا كان يعرف ما بداخل القارورة إذا كانت شفافة فإن ذلك جائز. وعليه فإذا كان يعرف ما بداخلها ويأمن واستعمال شخصي ما في حرج لا بأس. نعم. والعلم عند الله. في دعاء الاستخارة ثم ليقل هذا الدعاء بعد الصلاة بعد الانتهاء من الصلاة، نعم بعد ما يسلم ثم ليقل، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي. هل يجوز تأمين السيارة تأمينا يشمل جميع أنواع المخاطر؟ لا يجوز، هذه معاملة فيها الجهالة فلا تجوز. هل يجوز تأخير إخراج الزكاة بشهر أو شهرين بحجة عدم توفر المبلغ المراد إخراجه في ذلك الوقت المحدد؟ الزكاة لا بد أن يخرجها في وقتها، فإذا لم يكن عنده شيء أخرج من المتاع اللي عنده، إذا كان يزكي على سلعة معينة أخرج من تلك السلعة. أما إذا كان ما يمكن يخرج من تلك السلعة لأنه يلزمه جزء يسير وعنده أشياء كثيرة، فإذا كان يمكن يبيع ويخرج القدر فعل، إذا عجز صارت في ذمته إلى أن يمكن. والعلم عند الله. ما مدى صحة حديث لا تتركوا أموالكم تأكلها الزكاة؟ ليس حديثا هذا، وإنما هو أثر لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما أحفظ والله أعلم، حيث قال في أموال اليتامى اتجروا فيها لا تأكلها الصدقة، يعني مال اليتيم تاجروا فيه لا تتركوه هكذا، لأنه إذا ترك من غير تجارة فيه صار كل عام يزكي عليه فلا يكبر إلا وقد أكلت الزكاة ماله ولم يبقى له شيء إلا شيء يسير. فقال رضي الله عنه اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.